بيروت. بيروت تفتح بما يكفي لتجريب لغة أخرى، جسما آخر، لأرشفة وأرواح متعبة. هل تتبوح سألت نفسها وهي تكتشف أعضاء أخرى نبتت لها في مرايا العالم، في ممشى لا تضلله المياه. غمستها رؤاها الطفلة فصرخت تجاه الشمس بندف التراب والماء، عمدت أصواتها بنار العاشقين. أطل برأسه ضاغتها من شق الباب، أيتها الحالمة نشدت في جبينة بإبهامها. نفس الوجع شاعرتنا، نعم حليم، تتضعف الأعراض كلما دخلت إلى البيت. ماذا قال الطبيب آخر مرة؟ إنه يتذبذب بين عدة تشخيصات، مرة اكتئاب، مرة رهاب. ما أعرفه أن روحي عالقة. نفس الرؤى تتكاتب تحت خط يصعب الرجوع منه، خط الروح، خط جسد لا يعلم تحديدا إلى أين ينتمي. ما زلت هنا في ذات الزاوية، ألن تقوم بجرب هذه الكتب والأوراق إلى مكان آخر وتتحررين من أكوام الثياب الممزقة؟ أي خراب يلف غرفتك؟ الأمكنة ضائعة، لا خاطر ينم شعتها يطعمها النور. هل تخرجين كل يوم تاركة هذا الضياع؟ نعم، لذلك أخرج، لكن هذا التملق يظل في أعماقي. حتى وإن خرجت لا أستطيع التخلص من جحيمي الرغبة بأن يكون كل شيء طبيعيا. لكنه لم يكن أبدا كذلك منذ البداية. الساعة تدق الثالثة إلا ربع، أصابع كثيرة تلمس جسمي، تتحول إلى مخارب وديول. أشعر باختناق، ينيل مني عرق كثير، أحاول فتح عيني، أتحرر على نفسي، أفتح الباب، أصرخ لأني أجدني في نفس السلالم، سلالم كل ليلة التي تفضي إلى أجواء غامضة. أنزل وأنا أتلمس حواف الدرج، بعضها اختفى منه الثلج والآخر ما زال يحتفظ بنداوته. أشم الرائحة الحميمة، ألبسها، أشعر بها كأني ذاهبة في قداس سري. كنت صغيرة، كانت عندي تقريبا شي 3 ans، على حسب اللي كتعاود لي الوالدة في العائلة. ملي كيهضروا على تاريخ المرض كتبقى دائما جبت لهم واحد الحادثة كانت تعرضت لي. كنت في الجردة ديال الدار وكنلعب، وكانوا كيلقطوا واحد النساء الدار وكيديروا في أكياس بلاستيكية. واحد الساعة المهم دعجتهم، ديرونجيتهم، وحده فيهم هزات داك الكوب الكيس البلاستيكي، لقات فيه واحد، كانت فيه واحد الدبانه كحله وبقات كتخلعني. من تما المهم قالت لي الوالده انك كنتي دائما مختلفه على خوتك، كنتي حساسه، كنتي دغيا كتقلقي، كنتي اصلا حتى في المدرسه ملي كتعرضي للتنمر في القسم ولا هذا ما كديريش ردود عاديه، كتبقاي هي تبكي ما كتواجهيش. وديك ردود الفعل ولاو في الجسم ديالي، وليت هي كندخل للدار كيدي كيضروني، رجلي كيضروني، كنتقلق. وهذا وحسن الحظ انني وليت في عائله مثقفه، كاينين كتب، وكانوا دائما اما انا كناخذ الكتبه من الخزانه ديال خوتي كنقرا، ولا انهم كيجيبوا لي كتب ديال السن ديالي كنقراو. هذا صافي، ولا هذيك القراءه بحال الملجا لذاك الالم وذاك الحزن. فرغتو في القراءه بزاف والرسم. لقيت شي قصائد ديال نزار قباني وبقيت كنقراهم، بداو كيعجبوني، كنحطهم تحت الوسادة ديالي وبديت كنعبر. كنكتبت انا نصوص قصيره ووريتهم زعما لونطوراج ديالي،
وجبوهم جبوهم وصافي بديت كنكتب. وكنت عندي تقريبا 16 عام كتبت قصيدة على أصيلة، كتبت على فلسطين، كتبت أحلام طفل كسيح. وكنت أنا الجميل هو أنني من الطفولة كنت كنمشي المهرجان ديال أصيلة الثقافي، دائما كنا كنمشيو في العطلة ديال الصيف وكنحضر لذاك الأنشطة. وتلاقيت مع محي الدين لاديقاني اللي هو صحفي كان ديك الساعة كنظن جرائد كيكتبهم، صحفي فشي جريدة يمكن في لندن. إوا وعجبو النصوص ديالي وكتب لي رسالة للدار وبقى متابعني وداكشي. لما شجعتني ديك الرسالة وزدت بديت كنكتب كتار. وخلال هاد الكتابة كنت دائما كنقلد شي واحد اخرين. واي واحد النهار حسيت براسي بانني بديت كنطلق، كنت كتبت واحد الفصل ديال الروايه، ولكن داري اللي سبب احباط، كان بقى لي واحد الاحباط عاطفي، مزقت كل داك الاوراق وهذا. ومن بعد في التسعينات كان قال لي الاخ ديالي، كنت تركت صفوف الدراسه بسبب الازمات اللي كانت كتوقع لي داخل الفصل، الاضطرابات النفسيه اللي كانت كتوقع لي. وني تركت الدراسه قلت في الدار، وميم طون قلت في الدار وكنت كنخدم في لاكريش في راود ديال راود، كانت كتملكو العائله وكنت كنخدم في الراود مربيه اطفال. ويقول لي الاخ ديالي علاش ما تمشيش لدار الشباب، تحاولي تشاركي في الأنشطة، تشوفي واش كاين شي لقاءات شعرية. صافي مشيت لقيت واحد الإعلان حول جريدة شباب العرب، صيفطت لها النصوص ديالي، قبلات النصوص ديالي. وفي النصوص كنا دائما كنديروا العنوان البريدي، ومن خلال العنوان البريدي بداو كيراسلوني سواء الكتاب ديال الجريدة أو كتاب أو قراء، بداو كيوصلوني الرسائل للدار. بديت كنراسلهم، بديت كنستافد من التجربه ديالهم، النصائح، تصحيح حتى الاخطاء النحويه والاملائيه. صافي ما حسيتش براسي حتى تعرفت على الطاقم ديال الجريده، بديت كنزورهم، تعرفت على واحد الكاتب اللي هو دابا كاتب روائي وقاص وصحفي. بعد عدة مشاركات في النشر الورقي في المجلات والجرائد، سنة 2001 حصلت على جائزة في الأسبوع الثقافي الكويتي الرتبة الثانية مع طلبة جامعيين من كلية الآداب على مستوى وطني. وفي 2004 شاركت في ملتقى صفحة جديدة في مصر في القاهرة، عبر بحث عن المكان ومكان في الكتابة العربية خاصة في الرواية العربية الكتابة النسائية. وفي 2005 شاركت في مسابقة تطلقها دار النعمان، دار نجي النعمان الثقافية، التي هي تكرس الثقافة للجميع بلبنان، وحصلت على جائزة تقديرية إلى جانب عدة شعراء من المغرب ومن العالم العربي والأوروبي والآسيوي. كان لدي مشاركة كتاب ديوان شعري تفاصيل مضيئة. والآن الحمد لله حصلت على عضوية شرفية بدار نجي النعمان. كانت انطلاقة حقيقية لمشاركتي في مهرجانات وطنية ودولية بعد مشاركة بعد حصولي على الجائزة. اتصل بي اتحاد كتاب المغرب ووزارة الثقافة، وأيضا نشرت نصوصي في الموقع وزارة الثقافة المغربية.
ونشرت بعدة مواقع وترجمت أشعاري إلى اللغة الكردية والرومانية والإنجليزية والفرنسية والهندية وقامت عدة إذاعات مغربية ودولية دولية واحدة هي مونتي كارلو الدولية. الإبداع ساعدني بزاف، الإبداع ساعدني بزاف باش خرج من داك الإحباط والاكتئاب ومحاولة الانتحار والرغبة أنني ناخذ خيار ضد الخيارات اللي أنا تربيت عليها. ساعدني أنني خرج داك الغضب وداك القلق والحزن كنخرجو دائما في الكتابة، في المساحة ديال الكتابة، كأن الروح ديالي كتحرر عبر الكتابة عبر الصباغة. أحيانا كنغوص بداك اللون، وأنا دابا كنحس بأن داك الألوان كنحلق بها، وكنحس بأنني بهاد اللون ديال هاد الصفاء ديال الماء واللون الأزرق والبياض والأخضر الفاتح، حياتي رجعت كلها ألوان بفضل الإبداع. كنحس براسي فعلا تحررت من داك الألم وداك العقد النقص وداك الألم ديال الطفولة، الإحباطات، الأحزان المتكررة. أي واحد مريض ما خاصوش يخجل من المرض ديالو، بالعكس كاين العلاج، والحمد لله المغرب فيه بزاف ديال وسائل ديال العلاج. ما نقدرش نقول بان كاينين بعض المناطق اللي بحال مثلا مراكز ديال الادماج، كاينين بلايص اخرين ان مازال خاصها تكون فيها مراكز ديال الادماج، والاسره ايضا خاصها تلعب دور كبير الى جانب الجمعيات الى جانب الدوله باش انها تاخذ بيد المضطرب نفسيا ماشي هو بوحده. النملة التي كانت تعاني رهاب المرتفعات، رهاب المحبة المفرطة، المشي صار سلاحها، المشي صار غايتها. ها قد عبرت بين جسرين، عين حاضرة وأخرى غائبة، جمعت ما فيهما من أسرار غسلت بها مأوى الجحيم. شيئا فشيئا أصبح جزءا من عالمها، أرتخي أصير أمكنة، يعبر بها أشخاص تارة تظهر ملامحهم وتارات أخرى تختفي. أنا على مقربة من الحقيقة أخيرا، حيث يمكنني فتح عيني وفتح الباب.